تدعم الكيان الصهيوني وتمد نتنياهو بالسلاح المدمر لا لينال من المجاهدين وإنما ليقتل أطفال غزة ونساءها ولدمر مساجدها ومستشفياتها. ولكن اعلموا ان هذا انما ياتي لعجزه عن النيل من المجاهدين. واقول لكم ان هذا العدو ما زال يدخل من محاور محدده، ما زال لم يواجهه من مجاهدين القسام وشرق القدس وارية الناصر صلاح الدين وكل مجاهدي غزه وفلسطين، ما زال لم يواجهه الا اقل من 20%، وما زالت قوه المجاهدين لم يستنفد منها 4 أو 5%، وما زالوا وسيقضوا مضاجع هذا العدو. يرد اليوم نتنياهو يرجع بالخيبة والخزي والإجرام. لو تعلمون ما هو حال هذا الكيان في داخله، إنه مشتت. تعلموا وسترون كيف أن هذا العدو قد تمزق شمله وجاء طوفان الأقصى لكي يكشف سيف هذا الجيش الذي لقنت أمتنا على مدار عقود أنه جيش لا يقهر، فدخل إليه 1000 مجاهد و1000 حافظ بكتاب الله، مجاهد بإيمانه واستعداده، دخلوا عليه فمرقوا أنفه في التراب وأذاقوه الويلات. وقد بدا وقد انتهى، قد انتهى هذا الكيان وغطرسته، سيمارس اجراما ولكن الى زوال قريب.